ماذا يوجد في الصندوق؟ أهلا وسهلا يا حلوين. أهلا تيتا نور. اليوم بدي أحكي لكم قصة عن هادي لما رجع من السفر وجاب هدايا لكل رفقاته. ياي هدايا هدايا. بس فجأة انقطعت الكهرباء وما قدروا يشوفوا شو الهدايا اللي بالصندوق. إيش صار طيب؟ شو صار؟ حابين تعرفوا شو صار؟ حابين. لازم نقرأ قصتنا. اسمها ماذا يوجد في الصندوق؟ وهذا اسم المؤلف يعني اللي كتب القصة، وهذا اسم الرسام يعني اللي رسم الصور اللي بالقصة. شو رأيكم نقرأ هلأ؟ يلا. اليوم يوم جميل، عاد هادي من السفر، حضر كل الأصدقاء لتهنئته بالعودة سالما. جاءت بسمة ومعها جاد، حملت منال حقيبة مطرزة، لبس عصام نظارة ملونة، لف أحمد أوراقا ملونة حول عصاه التي تدله على الطريق، أمسك أحمد يد جاد، فالمكان جديد عليه. قال هادي: أحضرت لكم جميعا هديتين من رحلاتي، إحداهما في علبة صغيرة والأخرى في علبة كبيرة. سأل جاد: أي هدية سنفتح أولا؟ الكبيرة، قال الكل. تجمع الجميع حول الهديتين استعدادا لمعرفة ما فيهما. أمسكت بسمة يد أحمد وقالت له: سنجلس حول الصندوق، على يمينك تجلس منال، وعلى يسارك هادي، وأمامك جاد وعصام، أما أنا فسأجلس بجانبك، وعندما نفتح الصندوق سأصف لك الهدية بالتفصيل. أمسك جاد أكبر صندوق استعداداً لفتحه. يا للهول، انقطعت الكهرباء. لا تقلقوا، عادة ما يعود التيار الكهربائي بعد دقائق، قال هادي. ما العمل؟ كيف سنفتح الهدايا الآن؟ احتج جاد: أنا لا أرى شيئاً. قال أحمد: أنا أستطيع المساعدة. حقاً؟ وكيف ذلك؟ سأل جاد. باستخدام حواسي سأحاول معرفة ما فيهما، سأسمع صوتها بأذني، وأتحسسها بكفي، وأشمها بأنفي. هيا نجرب، قالت بسمة بحماسة. هز أحمد الصندوق قرب أذنه وقال: أسمع صوتاً يشبه صوت عصي خشبية. تعجبت بسمة قائلة: حقاً؟ أريد أن أسمع ذلك، من فضلك. هزت الصندوق قرب أذنها وقالت: أظن أنها أقلام تلوين عملاقة. تحسس أحمد ما في داخل الصندوق بأصابعه ثم قال: إنه أسطواني الشكل. قالت منال: بوق، إنه بوق. قال عصام: أظن أنه قطار كهربائي. شم أحمد ما في داخل الصندوق وقال: له رائحة الخشب المطلي حديثاً. قال جاد بكل ثقة: كرسي هزاز. قالت بسمة: أريد أن أتذوقه بلساني. فقال هادي: لا، لا تتذوقيه، إنه ليس طعاماً. سأل جاد: فماذا يكون إذن؟ هل عرفته؟ رد أحمد: بالتأكيد عرفته، أسطوانة خشبية ملونة ومعها عصي خشبية، إنه طبل. عاد التيار الكهربائي وشاهد الجميع الطبل. قالت بسمة: رائع يا أحمد، لقد حزرت الهدية دون أن تراها. فقط باستخدام ثلاث من الحواس، هي اللمس والسمع والشم. وأكملت: إنه طبل أحمر مزين بحبل ذهبي، ومعه عصوان بيضاوان طويلتان. أمسك جاد العصوين وبدأ يقرع الطبل. قالت بسمة: الآن دوري، الآن دوري.
أريد أن أحزر الهدية الثانية دون أن أنظر إليها باستخدام حواسي السمع واللمس والشم. وهلأ بعد ما خلصنا القصة صار دوركم أنتوا تحكوا لي إياها. مين بيقدر يقول لي شو صار بالبداية؟ أنا بقدر. إنه هادي جاب لكل أصحابه هدايا. تمام صح. طيب ومين بيحكي لي بعدين شو صار؟ بعدين راح الضو. يعني قطعت الكهرباء. مزبوط. طيب وبالنهاية شو صار؟ أنا بعرف شو صار بالنهاية. استخدموا حاسة اللمس والسمع والشم ليعرفوا إيش فيه بالهدايا. صحيح. برافو عليكم كلكم. هيك قدرنا نعرف كيف أصدقائنا الحلوين قدروا يعرفوا عن طريق حواسهم الخمسة شو هي الهدايا اللي بالصندوق. مين بيقدر يقول لي شو هي الحواس اللي استخدموها؟ إيه السمع، اللمس، تمام، والشم، أوه والتذوق. وهلأ بعد ما أنهيتوا قراءة القصة مع الأطفال فيكن تطلبوا منهم يحكوا لكم القصة بطريقتهم، وبهي الطريقة بتكونوا عم تساعدوهم على حفظ الأشياء. فيكن كمان تسألوهم أسئلة متعلقة بالقصة وتلعبوا معهم. ممكن تخلوهم يغمضوا عيونهم ويختاروا شيء من الصندوق مثل معلقة، مشط أو غيره، ويحاولوا يحزروا شو هو بدون ما يشوفوه بعيونهم. وبالنهاية بتقدروا كمان تتناقشوا مع الأطفال عن الاختلافات بين البشر وكيف هاي الاختلافات بتخلي عالمنا مكان أكثر جمالاً. زوروا ahlansamsam.org/الرعاية للمزيد من الفيديوهات ونشاطات ومعلومات لجميع العائلة. إحنا كلنا مع بعض.